Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the previous session, we have finished what I mean by atomic structure. وعرفنا جهود بعض العلماء بالترتيب كده من أول Greek philosophers وبويل ووصلنا إلى في الآخر خالص إلى رادرفورد التجربة بتاعت رادرفورد موديل وقفنا عند العنوان اللي بيقول atomic emission spectra. By Arabic طيف الانبعاث الذري يعني إيه؟ يعني عندي أتوم هيحصل emission انبعاث منها spectra ضوء. إزاي الأتوم يطلع منها ضوء؟ أولا العلم ده صاحبه هو العالم ساينتست بور. Atomic emission spectra and Bohr's atomic theory. The study of atomic spectra is considered the key which solved the puzzle of the atomic structure. يعني دراسة طيف الانبعاث بتاع الأتومز ده، دراسة الأضواء اللي خارجة من الأتومز دي، هو المفتاح اللي حل لغز التركيب الذري نفسه للأتوم. That was the work of the Danish scientist Niels Bohr. اللي عمل الكلام ده الدكتور نيلز بور. He was rewarded Nobel Prize. هو منح عليها جائزة نوبل. كان ده سنة إيه؟ 1922. خد جائزة نوبل من أكتر داخلين على 100 سنة نيلز بور دوت يعني. ايه حكاية بقى الاتوميك اميشن سبيكترا دي؟ ايه طيف الانبعاث الذري ديت؟ هو عمل ايه حضرته؟ On heating atoms of hydrogen. هو اشتغل على هيدروجين، جاب هيدروجين جاز وحطه داخل ديسشارج تيوب، انبوب التفريغ زي بتاعت ايه تومسون بالظبط. لما تومسون كان شغال على ديسشارج تيوب، انبوب التفريغ هواء ما فيش هواء فيها، فرغ الهواء اللي فيها ديسشارج وحط فيها هيدروجين جاز واستخدم لو بريشر، نفس القصه اللي عملها تومسون بالظبط، استخدم لو بريشر. بس خد بالك ان تومسون استخدم هاي فولتج، بوتنشال ديفرنس هاي، حوالي مور ذان 10000 فولتس، اكتر من 10000 فولت. احنا قلنا ان الكهرباء اللي منورانا دي 220 فولت بس، تومسون اشتغل على اكتر من 10000 فولتس. عشان كده اكتشف تومسون هناك، هي ديسكفرد وات كاثود ريز اللي احنا قلنا عليها الالكترونز. يبقى مين اللي اكتشف الالكترونز؟ هو تومسون. فبول هنا بور هنا نيلز بور بيقلد تومسون شويه، استخدم ديس تشارج تيوب واستخدم جواها غاز الهيدروجين واستخدم لو انرجي لو بريشر، اسف لو بريشر ضغط منخفض، بس ما استخدمش هاي بوتنشال ديفرنس. ما نستخدم ايه؟ قال لي هاي هيتنج، يعني استخدم حراره عاليه جدا. يبقى اون هيتنج اتومز اوف بيور اليمنتس ان جاز ستيت، يعني زي الهيدروجين كده، او ان فيبر ستيت تو هاي تمبريتشر اور اكسبوزنج ذم تو لو بريشر. هو استخدم بينه وبينك الاثنين، لو بريشر وهاي تمبريتشر الاثنين. انسايد الكتريكال ديسشارج تيوب، داخل الكتريكال ديسشارج تيوب انبوب التفريغ وجواها هيدروجين. ايه اللي حصل؟ قال لي زي emit radiation known as line spectrum، يعني حصل انبعاث لضوء سموه العلماء line spectrum. انا ممكن اقلبها اقول spectral line، يعني ممكن اقول line spectrum وممكن اقول spectral line. كلام جميل. خد الضوء ده بقى اللي هو طالع ده وعمل له examining، عمل له فحص للضوء ده. On examining the radiant light، طب هيفحصه بإيه؟ جهاز عنده اسمه سبكتروسكوب، جهاز اسمه المطياف المصور ده، هيبدأ ياخد الضوء اللي جاي من الأتومز الجديد ده ويحصل له إيه؟ يعمل له analysis، تحليل ليه. On examining the radiant light by a spectroscope we will observe، هنلاحظ ايه بقى؟ A group of small number of restricted colored lines separated by dark areas. يعني شاف ايه؟ خطوط من الضوء محددة، خطوط محددة بيقول عليها ساعات limited، محددة separated by dark area. يعني مثلا يشوف مثلا ضوء احمر وبعدين dark area وبعدين اخضر وبعدين dark area وبعدين اصفر وبعدين dark area. الضوء ده لما حلوه شافوه كده.
سمى الريستريكتد كالرد لاين دي سماها ايه؟ سماها لاين سبيكترم، او ممكن نسميها سبيكترال لاين، الاثنين واحد. طب عايزين كده نجيب ليها ديفينيشن ليها. What is meant of line spectra او spectral line؟ It is a type of spectrum، هو نوع من انواع الطيف او الضوء. Composed of small number، بيتكون من small number of restricted colored lines separated by dark areas. ده كده الديفينيشن بتاع مين؟ بتاع line spectra. الطيف الايه؟ اهم حاجه عملها بور انه هي ديسكفرد لاين سبيكترا. يبقى لاين سبيكترا نوع من انواع تايب اوف سبيكترم، وبيتكون من ايه؟ سمول نمبر اوف ريستريكتد كالرد لاين، يعني عدد محدود من خطوط الضوء الملونه اللي احنا قلنا عليه احمر، وبعدين دارك اريا ريد، وبعدين دارك اريا، وبعدين يلو، وبعدين دارك اريا، وهكذا. طبعا دي تدل على ايه بقى؟ الأضواء اللي شافها دي هي discovered main energy levels، اكتشف ان الأتوم عندها main energy level. أول عالم في العالم يقول ان في حاجة اسمها energy levels، مستويات الطاقة اللي هي KLMNOBQ اللي هم السيفن. مين اكتشف ان هم سيفن؟ هو بور ده، لان كل طيف خط يدل عليه. كلام جميل. طيب هنا في جيفريزون عندنا بيقول لي، جيفريزون بيقول لي spectral lines are characteristic for each element، يعني الطيف الالوان الطيفيه دي، الخطوط الطيفيه دي، الطيف الخطي ده اللي انا شايفه ده يعتبر صفه مميزه لكل element. واحد يقول لك ايه الاجابه؟ يعني كتاب مثلا المعاصر يقول لك ايه؟ due to there is no two element having the same spectral line. كتاب المعاصر بيقول كده، بيقول لك اصل ما فيش اثنين اليمنت ليهم نفس السبكترال لاين. اقول الاجابه ما زالت ما جاتش، لسه السؤال ما زال موجود قائم لسه. انا بقول لك ليه هو صفه مميزه لكل اليمنت، تقول لي اصل ما فيش اثنين زي بعض. ما انا عارف والله، ما انا عارف ان هو ما فيش اثنين زي بعض. امال ايه الاجابه؟ لو قال لي السؤال جيفريزون مثلا سبكترال لاينز ار كاركترستيك فور ايتش اليمنت، ليه هي الطيف الخطي صفة مميزة لكل إليمنت؟ ليه؟ الإجابة بتاعتي أنا بقى هي موجودة في كتب المدرسة بس مش واضحة قوي، يعني بين السطور كده. يعني الإجابة each spectral lines has a definite wavelength and a definite frequency. يعني كل spectral line، كل طيف خطي عنده definite frequency و definite wavelength. صح كده، يبقى كل خط طيف ليه definite wavelength و definite frequency. لكن ما تقوليش اصلي there are not two elements having the same spectral line، هقول لك ما زال السؤال قائم، ليه ما فيش عنصرين ليهم نفس spectral line؟ ما فيش ليه برضو ما قلتليش؟ هنا اقول لك لان كل spectral line عنده definite wavelength definite frequency بتاعتنا. number of spectral line اللي لقوه اللاينز اللي هو شافه الدكتور بور هم 4 سبكترال لاين، 4 بتاعتنا. كلام جميل جدا. تعال نروح بقى لبورز اتوميك موديل. النموذج اللي عمله بور حط فيه بوستيوليتس كده، بوينتس او فروض. هو طبعا لم ينسى فضل استاذه وصاحبه اللي هو راذرفورد، خد شوية ايه فروض من بوستيلوت كده من فروض مين؟ راذرفورد، اللي هي ايه؟ قال مثلا ايه؟ قال a positively charged nucleus. طب ما الكلام ده قاله راذرفورد، هو خد بعض الحاجات دي من راذرفورد. قال ان عندنا nucleus positive exist in the center of the atom، في نص الاتوم، ماشي. اتنين، number of negative electrons، عدد ال negative electrons equals number of positive charges. يعني number of protons inside nucleus equal number of electrons outside nucleus. الكلام ده مش جديد، الكلام ده بتاع مين؟ بتاع راذرفورد. وقال ان السنتر فيوجال فورس arising which is compensated by the attraction force of the nucleus of the electron. يعني السنتر فيوجال فورس قوة الطريدة المركزية بتساوي الاتراكشن فورس قوة الجذب المركزية بتاعت الالكترون. لما قلنا ان الالكترون ريفولف اراوند ذا نيوكليس اند ات دازنت
fell down inside the nucleus. يعني الإلكترون بيدور حول النيوكليس ما بيقعش جواها. Although presence of attraction force between nucleus and the electron. على الرغم ان في قوة جذب ما بين النيوكليس والإلكترون لكن ما بيقعش جواها. لان في centrifugal force عكسها. ال centrifugal force equal attraction force. القوتين قد بعض. Are equal in quantity but opposite in its direction. متساويين في المقدار متضادين في الاتجاه. وبدأ بقى يدخل مفاهيم جديدة عندنا في الموديل بتاع البور. بدأ يحط بقى ايه الحاجات الجديدة اللي عملها. قال لك الالكترون اوربتس ذا نيوكليوس ان ذا رابيد موفمنت بسرعة عالية جدا without emission or absorption of any amount of energy بدون فقد او اكتساب اي طاقة خالص. الكلام ده امتى؟ الكلام ده في الاستيبل اتوم بدون ما تعمل هيتينج. يعني انت في التجربة اللي اشتغل عليها كان عامل هيتينج كان مخلي الهيدروجين اكسايتد اتوم عمل هيتينج عالي جدا عمل لو بريشر فخلاها اكسايتنج فظهرت الاسبكترال لاين. لكن هو بيتكلم كلام عام دلوقتي يقول ان في الكلام اللي الاستيبل اتوم في الاتوم اللي هي الاستيبل ان كل الكترون بيعمل اوربتس اراوند ذا نيوكليس باي موف رابيد موفمنت وبدون وزاوت اميشن اور ابزوربشن. ايه تاني الفروض اللي قالها تاني الدكتور بور؟ الالكترونز اوربت ذا نيوكليس اونلي انديفينيت allowed energy levels. يعني قال انها بتدور في definite allowed energy level في مدارات معينة اللي احنا قلنا عليها definite allowed دي سماها energy levels اللي هي KLMNOBQ. وقال كمان ان each electron in the atom has a definite amount of energy depending on the distance between the energy level. وكل الكترون ليه طاقة تعتمد على المسافة بين الانرجي ليفل ما بين الكي والال ما بين الال والام وهكذا. وقال ان كل انرجي ليفل ليه رقم. كل انرجي ليه رقم. يعني مثلا كي its number is the first ال its order is the second كي الام its order is the third. سمى الاوردر ده الترتيب بتاع الليفلز الانرجي ليفل سماها البرنسبل كوانتم نمبر. يبقى عمل عندي 7 انرجي ليفل كي ال ام ان او بي كيو اداهم اوردر فيرست سكند ثيرد فورث وهكذا. الاوردر ده سماه البرنسبل كوانتم نمبر. يعني مع كلامي لو انا سالتك قلت لك ايه البرنسبل كوانتم نمبر اوف ذا انرجي ليفل كي هتقول لي فيرست. طب البرنسبل كوانتم نمبر of the of energy level L to the second وهكذا. كلام جميل. next page ما زلنا لسه في الايه في البوستلت بتاعت حضرته. قال كمان الالكترون remains in the lowest allowed energy level بيظل يدور في الـ الانرجي ليفل بتاعه in its ground state اللي هي stable state. يعني في الستيبل بدون ما تعمل هيتنج ولا اي حاجه هو بيلف في المدار بتاعه. if it acquires amount of energy لو هو اكتسب قدر معين من الطاقه احنا هنسمي القدر معين من الانرجي ده نسميه كوانتم. يعني انت هتبدا تسخن بقى الايه الالكترون ده تسخن الاتوم هيبدا الالكترون اكواير ا سيرتن اماونت اوف انرجي. هنقول ان الالكترون هنا اكتسب حاجه اسمها كوانتم. ايه اللي هيحصل لهذا الالكترون؟ قال لي الالكترون بيكيم او بيكم اكسايتد في اللحظه دي. لو انت اديته طاقه عاليه هيبدا اكسايتد يبقى اكسايتد اند جامب تو سم هاير انرجي ليفل جامب ترانسفير. يعني انت مثلا الهيدروجين عنده 1 الكترون ريمينز ان كي ليفل. لو الاتوم بتاعت الهيدروجين اكواير ا سيرتن اماونت اوف انرجي الالكترون اللي هو قاعد ريمينز ده في الكي ليفل هيعمل اكوايرد ا سيرتن اماونت اوف انرجي اللي هو كوانتم اند جامب تو ال ليفل يطلع من كي ال. طب اديته كمان كوانتم يطلع من ال ترانسفير فروم ال تو ام from M to N to O to B to Q. يعني ممكن يعمل transfer يعني jump according to
the amount of energy على حسب كمية الطاقة اللي خدها. The excited electron in the higher energy level is then unstable and soon return to its original level. الإلكترون بعد ما بيصعد للهاير انرجي بس ده مش بيته، هو عمل اكواير طاقة وعمل جمب طلع للمستوى الأعلى، يعني كان هو في كي طلع لإل. طب وبعدين؟ قال لي temporary return back to the original energy level. الكلام ده وقتي بس، temporarily وقتي، يتاني قاعد وقتي، بعد كده يرجع على طول، يرجع من الإل للكي تاني. وهو راجع بقى بور عمل ايه؟ هو طبعا بيصوره بالكاميرا بتاعت السبكتروسكوب، راح لقط الراديانت الكترون وهو راجع هيعمل ايه؟ هيعمل ايميشن سبكترال لاين. الكترون هو راجع من الال راجع للكي هيعمل ايميشن سبكترال لاين، هيعمل ايه الطيف الخطي ده؟ هو لقطه بايه بقى؟ بالسبكتروسكوب، راح مصوره بالسبكتروسكوب، فلقى ان السبكترال لاينز دي طبعا بتدل على ان انا عندي كي ال ال كي ال ام ان او بي كيو، يعني وجود السبكترال لاين عندنا اللي اكتشفها وشافها بور دي تدل ان في انرجي ليفلز. سيبك بقى من موضوع الاوربتس بتاعت زمان دي خلاص، انا عايز اعرف يعني ايه الكوانتم، وعايز اعرف يعني ايه الاكسايتد اتوم والحاجات دي. الاكسايتد اتوم يعني ايه؟ It is an atom acquires an amount of energy. دي ايه؟ اتوم مكتسبه طاقه معينه، اتوم عاديه بس acquired a certain amount of ايه of energy by heating or by an electric discharge. ده الاكسايتد اتوم. طب الكوانتم يعني ايه؟ اللي هو كميه الطاقه اللي اكتسبها. It is the amount of energy absorbed or emitted when an electron is transferred jump from an energy level to another. الكوانتم من كي ال هو الكوانتم من ال لكي، الابزوربد ايكوال ايه اللوزنج، الاثنين قد بعض تماما. كلام جميل. طبعا احنا ما عندناش حاجه اسمها هاف كوانتم او توايس كوانتم، ما عندناش حاجه اسمها كوانتمين او نص كوانتم، ما فيش الكلام ده. هتقول لي طب لو طلع مثلا من كي ال يبقى ابزورب كوانتم، طب من ال للام ابزورب كوانتم، طب من الكي للكيو ابزورب كوانتم. الله، طب ما الكوانتم ده غير ده، ما انا عارف لان الديفرنس في الديستانس ما بين كي وال غير الديستانس ما بين ال والام. انا عارف قيمه الكوانتم قيمه الكوانتم نفسها مختلفه لكن اسمها كوانتم. معايا؟ كلاس في بويز، واحد طويل واحد قصير اسمهم كلهم بويز، واحد اسمه احمد اسمه واحد تاني اسمه محمد، هم ده ولد وده ولد لكن ده اسمه محمد ده وهكذا. فما فيش حاجه اسمها هاف كوانتم او ايه او تو كوانتم اللي احنا بنتكلم ايه عليها في المجال. ليتس موف تو نيكست بيج. نيكست بيج اللي كنا بنتكلم على الاكسايتد اتوم والحاجات دي. وصلنا الى بقى حاجه اسمها حاجه جميله جدا، الادفانتشز اوف بورز موديل. ايه الادفانتشز بتاعتنا؟ ايه بقى المميزات بتاعت بور؟ بور عمل لنا ميزتين اتنين. اول ميزه عملها مميزات لبور، ايت اكسبلايند ذا هيدروجين اتوم سبيكترم، هو اللي فسر طيف الانبعاث بتاع الهيدروجين، محدش قبله عمل التجربه دي. دي اللي خد عليها he was rewarded Nobel Prize. It introduced the idea of quantized energy to determine the electron energy in different energy levels in the atom. هو أول واحد أدخل فكرة الكوانتم دي، محدش قبله جاب فكرة موضوع في حاجة اسمها كوانتم وإن الإلكترون أكواير كوانتم وجامب والقصة دي محدش اتكلم عنها. ومن خلال الكوانتم إن الإلكترون يعمل جامب من كي ال وبعد كده يستنى يرجع تاني من ال لكي فيبدا يصوره بالسبكتروسكوب فيشوف سبكترال لاين، القصه دي كلها ما حدش عملها قبله. في بقى حاجه اسمها الديس ادفانتشز اللي هي inadequacies. inadequacies يعني العيوب بتاعت بور اتوميك موديل. ايه العيوب بتاعت بور اتوميك موديل؟ تعال نشوف. هي حضرته فشل تو اكسبلين ذا سبكترم اوف اني اذر elements. هو فشل انه يشرح
السبيكترم الطيف بتاع other elements. يعني قالوا له حتى الهيليوم، الهيليوم ده HE24 atomic number 2 mass number 4. قالوا طب اشرح لنا زي ما انت نجحت كده يا دكتور بور، تشرح لنا حضرتك you succeeded to explain the spectral line of hydrogen. عايزين حضرتك تعمل لنا السبكترال لاين بتاعه الهيليوم اللي هو 2 الكترونز ده. تخيل فشل. هو نجح مع الهيدروجين لان الهيدروجين ده مسكين عنده 1 الكترون بس، هو اتشطر على الكترون واحد يعمل له جامب من كي ال ال ام وهكذا. لكن لما يجي يعمل بالسبكتروسكوب بتاعه يتابع 2 الكترون فشل. عارف ليه؟ العيب مش في بور، العيب في التكنولوجيا اللي معاه. كان شغال ببريزم، بمنشور زجاجي كده، حته ازازه. كتر خير الدنيا ان عن طريق حته الازازه الصغيره دي يعمل اناليسيس لللايت ويبدا يشوف السبكترال لاين ويبدا يقول لنا في انرجي ليفل 7. كتر خير الدنيا انه عمل كده وخد عليها جائزه نوبل، لكن هو فشل مع الهيليوم. يبقى هي فيلد تو اكسبلين ذا سبكترال سبيكترم اوف اني اذر اليمنت لايك هيليوم. فشل في ده. طب فشل في ايه تاني؟ قال لي كمان هي كونسيدرد ذا الكترون as a negative charged particle only and ignored its wave properties. يعني هو تعامل مع الالكترون انه ليه شحنه نيجاتيف بس، انه هو ماتيريال ليها نيجاتيف تشارج، لم ياخذ في الاعتبار ان عندها حاجه اسمها الويف بروبرتيز، الخواص الموجيه. يعني يا بور حضرتك كان يجب تتكلم على الالكترون مش ان هو نيجاتيف ماتيريال بس، نيجاتيف بارتي بس، انه جسيم الصغير ليه شحنه نيجاتيف وخلاص. لا، تتكلم كمان من ناحيه الويف لينس بتاعته، من ناحيه الفريكونسي بتاعته تقول لنا. هو ما جابش سيره. ثالث عيب من العيوب بتاعته، القصور اللي هو اثر فيها، انه هي بوستيوليت، افترض ذات ات از بوسيبل تو ديتيرمين بريسيسلي بوث اوف لوكيشن اند سبيد of an electron at the same time. يعني افترض انه ممكن يعين المكان وسرعه الالكترون، المكان بتاع الالكترون اللوكيشن بتاعه والسبيد at the same time، تقدر تعين المكان والسرعه في وقت واحد. طبعا ايام زمان كان مستحيل، لان الالكترون مش هيقف يديك فرصه انك تصوره وتشوف اللوكيشن بتاعه فين وتشوف السبيد بتاعته الكلام ده. but in fact this is experimentally impossible، عمليا مستحيل ان انا اقدر اعين اللوكيشن والسبيد في وقت واحد. رابع حاجه اثر فيها دكتور بور، he described the electron as a particle moving in a circle او circular planar orbit. يعني ما جيت عمل مع الالكترون قال ان هو بيدور كده around the nucleus in circular planar orbit، يعني مدار دائري ومسطح. بلانر يعني مسطح، ان الالكترون بيدور كده في مجال مسطح كده. طب وده غلط يعني؟ this means that the hydrogen atom is a planar. اما انت بتتكلم على الهيدروجين بتاعك اللي عنده الكترون واحد، مع ان الاتوم بتاع الهيدروجين دي بلانر، شبه السي دي. عارف السي دي اللي بتحطها في السي دي روم؟ يعني طبعا الهيدروجين عمره ما يكون بلانر. In fact, hydrogen atom has a spherical shape, three-dimensional coordinates. ايه ده؟ يعني ذرة الهيدروجين عندها three coordinates؟ يعني عايز اقول لك الالكترون ما بيدورش كده بس، ولكن بيدور مثلا ايه؟ في كده، وفي نفس اللحظة كده، وفي نفس اللحظة كده، يعني three-dimensional، بيدور في ثلاث اتجاهات. فتلاحظ ان الهيدروجين اتوم spherical، كأنها كرة spherical بتاعتنا. كلام جميل. تعال نروح بقى لعنوان جديد مكتوب The Principle of Modern Atomic Theory Modification of Bohr's Model. ايه العنوان الغريب ده؟ Principle يعني مبادئ المودرن اتوميك ثيوري، مبادئ النظرية الحديثة الذرية. ايه ده؟ هي في نظرية تانية جت بعد بور؟ بعد بور، بعد ما مسكوه بقى بهدلوه في الاربع عيوب بتوعه دول، طلعت نظريه اسمها البرنسبل اوف مودرن اتوميك ثيوري.
دي بقى تعديلات تمت على بور، حتى بيسموها موديفيكيشن اوف بور موديل، تعديلات تمت عليه. اول تعديل عندنا نيكست بيج، نيكست بيج عندنا بتتكلم على ديوال نيتشر اوف ذا الكترون، ديوال نيتشر اوف ذا الكترون. طب احنا ممكن نكتفي بهذا القدر النهارده شويه، وذا نيكست بيج نيكست سيشن نشرح الايه النظريه الذريه الحديثه دي ان شاء الله، واشوفكم ان شاء الله في النكست سيشن بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.